السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير، اموركم كلها بخير، وان شاء الله تكون بادية السنة عندكم يعني هكذا زوينه وكلها فرح ان شاء الله. مهم اليوم ان شاء الله فيديو جديد فيه يعني هذا اخر نهار في دار عمل اختي. مهم هذا النهار هذا ان شاء الله غادي يكون هكذا ديال الحماس وديال الروتين وديال شي شهيوات اللي شحال هذه ما درناهم. هنايا كما كتشوفوا بديت كنظف شي شويه ديال البلكونه. مهم هنا ما نظفتش بزاف صراحه لانه غادا تغبر اكيد، يعني واخا غنمسحها واخا هكذاك غتصدر وغتغبر. ثاني هذا مسحته غير واحد شويه، مسحت الدجاج بداك المنظف مهم من الداخل ومن برا باش يبقى يعني يلقى فين يجي مثلا غبره اخرى وهكذا نصبات الشتاء ولا شي حاجه. صافي هادشي اللي كاين البنات. المهم كما قلت لكم هاد الفيديو ان شاء الله اليوم غيكون فيديو هكذا مهم ديال روتين تشجيعي تحمس بعضياتنا. بالنسبه يعني للبيت وداكشي كنت قبل يعني قبل ملي كنا جينا كنظف واحد شويه وقاديت داكشي. المهم هادشي غير يعني مهم شي بلايص اللي ما وصلتش ليهم داكشي علاش. فهنايا الزجاج كما كتعرفوا الدار مسدوده فها لي هذاك يعني دغيا كيتوسخوا ولا صبات الشتا ولا شي حاجه. صافي المهم انا قديت استدار جبت شويه دوك الطلامض، وخا صراحه كيعجبوني هذوك الخضرين انا يعني كيعجبوني حسن من هادو حاجه كيجيو في الفرشه في الفرشه ويلي في الفراش كيجيو زوينين يعني في الفراش في هاد الصاله كيجيو فنين. المهم كيعرف دار امل اختي راه عارفين الطلامض الخضرين حتى هادو كيجيو زوينين صراحه، غير الاخرين ما عرفتش كيعجبوني يعني كيجيو مع مع الخاميه مع الموكيت مع داك الفايونت. فصافي المهم قديت هنا واحد شويه وشطبت وجمعته باش تبقى الدار نقيه يعني باش يعني مثلا ما جيناش مثلا داك الاسبوع ولا جينا يعني الاسبوعين ولا بحال هكذا تبقى الدار نقيه. وسبحان الله عرفتو كاين شي ديور واخا كتسدوهم يعني كتسدوهم وداك الشيء وهاد تنظفوهم المهم تسدوهم ملي كترجعو كتلقاو بحال فيهم ريحه الغموليه بحال يعني بحال شي حاجه يعني فازقه وما نشفاش مزيان. دار امل اختي سبحان الله يعني كتدخلي ليها كتلقاي ريحتها زوينه ما غامله ما حتى شي حاجه حيتاش كتكون ضاربه فيها الشمس يعني الشمس واحد العامل اللي هو مهم صراحه في الدار كتكون مشمسه حتى الامراض ما تسكنش بزاف نفسيه يعني. فالحمد لله الحمد لله على النعمه ديال الشمس والضو. يعني شوفوا هنا ما قدرتش نصور لكم لانه كانت الشمس ضاربه في هاد الوقيته فكنضطر اني نسد الشراجم يعني نزريدو باش نقدر نصور. المهم هنا دزت للصالون حتى هو سست واحد شويه مسحت دوك دوك القنيتات من الغبره مسحت الزاج هاد الزاج هذا مغطيينو يعني لانه قدر يتهرس في اي لحظه مع محمود اللهم يتغطى وتا داك لاناب ديالو يعني باش ما يضيعش. ايوا صافي هادشي اللي كاين هنايا. محمد راه شاد لي محمود تنقاد ومجمع هاد الروينه وصافي. الدار عاد امل غير كتجمع ما كتاخذش وقت بزاف غير كتجمع لانه كل حاجه في بلاصتها كل حاجه عندها البلاصه ديالها ما كاينش الحوايج بزاف ما كاينش فقط هي الكوزينه عندها البلاكارات ما جامعينش ليها كلشي الماعن ولكن ان شاء الله المره الجايه نقدم لها كذا ننظمهم لها نديرو شي بلايصه واخا غير في الماريو بين ما يعني بين ما صوبت بلاكارات خاصها تزيد بلاكارات فوق الثلاجه تزيدهم فوق في البلكونه فوق الماكينه تما كاينه غيجمعوا لها ديك الروينه كلها. غير هو انه الواحد ما حاليا ما مستقرش ف ان شاء الله الايام الجايه غدا تصاوبهم. صافي دابا دخلنا الكوزينه هنا حاولت نمسح البوطه نمسح الحيوطه حتى هاد الكويسات هادو اللي كانوا معلقين حيتهم لانهم قراب للبوطه ثم حيتهم غسلتهم ورجعتهم. وكانت هاد الشبيكه هادي اللي فيها دوك المنظمات ديال كتجي جنب الثلاجه ولا جنب الماكينه زوينه صراحه هاد التشبيكات كيدخلوا في القنيتات هكذا يعني ما كياخذوش بلاصه وكيجمعوا بزاف دوك المنظمات اولا الا كنتو عاقلين راه عندي بحاله في مصر كديرها في هذوك المواد ديال التنظيف كديرها تحت لافابو زوينه كتجمع بزاف ديال التخربق. فهذا هي غسلتها صافي غسلتها ورجعت فيها داكشي ديالها ورديتها لبلاصتها.
مهم بحال هاد الاشياء هادو مره يعني مره ضروري ما نغسلوهم، ضروري ما نجبدوهم، لانه كنبقاو مره على مره كيبقاو كيتوسخوا. بالنسبه للبنات اللي غيسولوني على هاد الشبيكات، راه موجودين في القيصريه كيتباعوا بزاف. انا كنت خديتهم من واحد الموقع هنا تما، كاينه في مصر كاينين في المواقع، ولكن في القيصريه راهم موجودين ورخاص، احسن لكم يعني رخيصه. وقيلا كنت خديت انا وامال خشيت 1200 ولا 1400 كنظن، ولكن راه زوينه تجمع لك شحال من حاجه بغيتي ديروها في يعني في بيت النعاس، في الكوزينه، في الحمام، دوك الشامبوانات وداك الشيء ديروها في الكوزينه، في هادشي ديال يعني المواد الغذائيه، اولا في المنظف تحت لافابو ولا جنب الثلاجه، يعني بزاف تجمع لك بزاف ديال الاشياء، وفيها بزاف ديال الافكار تقدروا تستعملوها. صافي المهم هنا دوزت واحد الشفيفه ومسحت داك الحيط ديال الكوزينه حتى هو يعني مسحته. بالنسبه للطابله كانت تما كاينه هي الكراسي ديالها حيدتها لان كازا مضيقه عليا، كتضيقني كتجيني تضيق الكوزينه. هي صراحه كتنفع يعني، تقدروا تحطوا فيها شي حاجه، تقدروا ملي يكون هكاك سميتو رخامه عامره تتساعد، ولكن تضيق. هنا مشيت درت واحد المقرونيه كيسميوها نيكريسكو، كتجي زوينه، كتجي بصوص بشاميل وكتجي بالكريمه، وديروا فيها الفرماج. انا هنا درتها بالدجاج، تقدروا ديروها بالسيفود يعني بالحوت، بالقمرون، باي حاجه عندكم، بالكفته، ولكن هي كتجي صراحه بيا بالدجاج، هي مثلا بالقمرون او بالسيفود، كتجي زوينه يعني الخليط ديال فواكه البحر. فهنا درتها بالدجاج، كديروا الدجاج ديالكم، كتقطعوا الصدر ديال الدجاج كتقطعوا بحال شكل ديال الشاورما، كديروا البهارات ديالكم، البزار، شويه الكمون، القزبر، الى عندكم بهارات الشاورما تجي زوينه حتى هي، ما عندكمش ديروا غير البهارات اللي عندكم. صافي ودرت الثومه وهكذايا درت خليتها تتقلى مزيان. وبالنسبه للخضره عندي مقطعه الفلفله، مقطعه مطيشه، مقطعه البصله، هادشي اللي غادي ندير فيه. والمقارونية كديريها كتسلق، هادشي اللي كاين، كنصوب البشاميل، البشاميل شاركتها معكم شحال من مره، ان شاء الله رجع نشاركها معكم. المهم هنايا كندير الدجاج كما قلت لكم حتى كيطيب مزيان، ملي حسيتو يعني طاب ودخل فيه طياب مزيان، صافي درت البصله ديالي، مطيشه، الفلفله. بغيتو ديروا فلفله الوان كديروها. هنا انا زدت واحد شويه ديال المطيشه ديال الحك باش تعطيني ديك الحموريه. صافي هنا بالنسبه للبشاميل كديروا واحد جوج معالق ديال الزبده حتى كيذوبوا، كديروا جوج معالق ديال الدقيق، كتحركوا مزيان هكذا يعني حتى كيدخلوا في بعضياتهم، وكديروا الحليب، راه كياخذ تقريبا واحد نص سطرو ديال الحليب. غير هو حنا هاد البشاميل ما بغيناش نتقلوه بزاف، كتخليه شي شويه خفيف. صافي ودرت حكيت واحد شويه ديال الثومه اولا فصين ديال الثوم، حكيت هنا فرماج عندي، مع فرماج موزاريلا، وعندي الكريمه. تديروا الكريمه ديالكم يعني القياس اللي بغيتو، كتحركوها، الصوص هو اللي غادي يعني غنخلطوا به ديك المقرونيه ديالنا. المهم هنا المقرونيه عندي تسلقات على داك الخليط ديال الدجاج. صافي هكذايا كتحركوها مزيان، كديروا اي نوع ديال المقرونيه بغيتو، سباكيتي، هذيك ديال ليفيس، اي نوع. صافي هنا كنزيد ديك الخليط ديالي ديال البشاميل، كريمه والفرماج. درت واحد شويه بديك بايركس والباقي درتو تما، وخليت واحد شويه باش غنديرو من فوق الوجه يعني ديال المقرونيه. صافي هنا كتحطوها في البايركس ديالتكم، كديروا داك شويه ديال البشاميل من التحت باش تجيكم يعني تجيكم هكذايا من التحت فيها الصوص. صافي ملي كتحطو كتعمر هنا ديك البايركس ديالكم، كديروا الكريمه اولا داك البشاميل مخلوط مع الكريمه والفرماج، كديروها بغيتو ديروها تقل من هكا ديروها يعني، ولكن هي هذا هو السمك ديالها. وكترشوا الفرماج الموزاريلا من الفوق، كتجي عرفتوا كتجي لذيذه ما تخيلوش. كاين عاوتاني واحد القضيه اخرى، تقدروا تزيدوا بيضه في ديك شويه ديال الكريمه اللي بقات لينا باش اللي غنديروا في الوجه، تزيدوا بيضه وديروها من الفوق. انا ما درتهاش صراحه. المهم هذا هو الشكل ديالها، كتجي زوينه البنات، عرفتوا كتجي لذيذه في الطعم ديالها، وعلى قد ما كثرتوا من الصوص ديال البشاميل والكريمه على قد ما كتجي لذيذه، وما تنشفوهاش بزاف، المهم كتبين تبقى شويه سائله. المهم هنا هذه الكوزينه بعد ما ساليت وجمعت ورديت كلشي داكشي ديالي ديال الامل اختي، المهم نقيتها، خليت لها الدار نقيه، خليتها يعني كل حاجه بلاصتها.
صافي هادشي اللي كاين، يعني هي ما شاء الله عليها دغيا كتجمع. هادشي اللي كاين، نقول لكم باي باي، نشوفكم ان شاء الله فيديو اخر. باي باي.